هو قرار بيفصل بين الاستسلام والاستمرار. قرار بأوقات كتيرة بيكون صعب، بس بأوقات تانية ما بيكون قدام ما بيكون قدام الشخص خيار. نحن عم نحكي عن دعاء قداح، يلي هي شابة فلسطينية من غزة قررت ما تسمح لليأس يتسللها، ومن وسط المخيم خلقت أمل لعشرات الأطفال يلي انقطعوا عن الدراسة من أكثر من 8 أشهر. يمكن دعاء بأبسط الإمكانات ومبادرة شخصية منها حولت خيمة لصف دراسي وسميته Peace and Freedom، بتجمع طبعا السلام والحرية، بتجمع فيه الأطفال النازحين، بترفع عنهم شوية، بتعلمهم شوية، والأهم بتنسيهم ولو يعني وقت بسيط أحداث الحرب اللي دايرة من حواليهم. خلينا نتعرف أكتر على دعاء واللي بتعمله كمان من خلال الفيديو اللي جاي. احنا هنا بندرس وبنرسم وبنلعب، كنا زمان نلعب واحلى من هيك، بس ايش الحرب اجت والانت دعاء الحمد لله شكرا لها رجعت لنا حياتنا تبعت قبل. احنا سيبنا بيتنا ومدرستنا ومعلمتنا وشنطتنا وكتبنا، بس الانت رجعت لنا كل حاجه. يعني فكرة ان انت تلاقي شخص في وسط خلينا نقول زحمة ومعمعة وهيصة وظروف ما يعلم بها غير ربنا، لكن هو قرر ان هو يؤثر ويبقى مؤثر كمان في اللي حواليه، صانع امل. يعني دي حاجة كبيرة قوي قوي، مش اي حد يقدر عليها. يعني احنا عم نحكي عن اطفال مش بس يعني مرقوا بظروف صعبة، احنا عم نحكي عن اطفال مرقوا بحرب كاملة، معاناة يعني. معاناة وفي تراما على نفسيتهم وعلى حالهم وعلى الناس اللي حواليهم، وغير انهم انقطعوا عن الدراسة، يعني كمان فينا نقول بعض منهم يمكن يكونوا خسروا احبابهم يعني. فاكيد بدهم اي نشاط او اي شيء يعمل لهم هيك يغير لهم جو يعني شوي. زي ما احنا شايفين في الفيديو يا جماعة، احنا معانا من غزة دلوقتي دعاء قداح. يعني دعاء اول حاجه احنا بنهنيكي جدا ومبسوطين بيكي جدا وفرحانين بيكي جدا بالتاثير اللي انت عاملاه والمبادره اللي انت عملتيها وجمعتي، مش عارف يعني نقول لك ايه، بس انت تستاهلي جايزه، يعني جايزه كبيره. بس احكي لنا ازاي بداتي بالمبادره دي. سعيده جدا اني اكون معكم اليوم احكي عن ما بحكي عنها انا مبادره، لانها فكره ان شاء الله زي ما انا بديت فيها بظروف كثير صعبه، ظروف جدا قاسية سواء كانت علي ولا على الأطفال النازحين لأكثر من نصف عام تقريبا، هي حتستمر وحتستمر بعد الحرب إن شاء الله. إن شاء الله. كان صعب جدا، صعب جدا إني أبدأ خطوة زي هذه، كانت تحدي كبير إلي في ظروف صعبة إحنا بنعيش. يعني إحنا وصلنا لمرحلة ما حد بيقدر يتخيلها أو يتخيل قديش هي صعبة. وصلنا لمرحلة إما إنك أنت تستسلم وتخلي اليأس يسيطر عليك وما تكمل، وإنت هيك بتكون بتدمر حالك. يعني أنت وصلت لمرحلة يا إما إنك هتموت من القصر أو هتموت من اليأس والخوف والقهر اللي سيطر عليك. من هان أنا قررت إنه ما بدي أخلي اليأس يسيطر عليك. أنا كان عندي حلم قبل الحرب وكانت حياتي جدا جميلة، وأنا كنت في طريقي إني أكمل، كنت مدرسة وكنت بأدرس ماجستير ترجمة، وكان الدافع من دراسة الماجستير الترجمة إني أدافع عن اللغة، إنه يصير معي أقدر أحكي باللغة الإنجليزية بشكل جيد، إني أدافع عن حقوق الأطفال في كل المؤسسات الدولية. ففي يوم كنت ماشية في المخيم وجدت إنه الأطفال أو يعني عمرهم وأحلامهم بتضيع وما حد أخذ باله أو ما حد مدرك خطورة إنه يمضي أكثر من 6 أشهر على الأطفال بدون تعليم. التعليم كان بالنسبة للأطفال حياة. يعني كان الطفل قبل الحرب المدرسة والتعليم هي مصدر الأمل والتفاؤل، هو المكان الطفل بينمي فيه ذكائه، هو المكان الطفل اللي بيشعر فيه بالمسؤولية.
يا دعاء. لا طيب دعاء اكيد احنا مستنيينك تدخلي معانا تاني. حلو قوي الكلام اللي انت قلتيه، حلو قوي الشعور اللي يمكن فكره ان انا احس باللي حواليا. عارفه دايما بالظبط بيقول لك ايه، انا كده كده في نفس الموقف معاهم، فانا الحق نفسي. بالظبط. لكن احنا شايفين، انا كنت فاكرها خيمه، انا كنت فاكرها خيمه صغيره، لا طلعت خيمه كبيره، بسم الله ما شاء الله فيها عدد كبير قوي من الاطفال لا، يعني. ولكيف يعني فيك تشوف على وجوه الأطفال إنه عن جد بتحس إنه عم بتغير له نفسيتهم. يعني هاي مرحلة تأسيسية من عمرهم، هاي المرحلة يا بيعيشوا معاناة وبيعيشوا بيأس مثل ما ذكرت، أو في حدا يرفه عن قلوبهم ويخليهم يساعدهم يتخطوا هذه المرحلة الصعبة. وأكيد هي يعني هيرو عارفة تعتبر. الفاصلة؟ عارفة لما أنت تبقي قاعدة اكتئاب حاد أو عايشة في ظروف صعبة، وتيجي مرة واحدة حد يقول لك تعالى أخرجك. بعتقد طيب دعاء رجعت. معانا دعاء. دعاء سمعتينا؟ أوكي أنا معكم الآن، بعتذر لأنه اتفضل. الجو كثير سيء، ولا مش يهمك. مشكلة. بحاول إني أجمع الكلام والحر ما مش جات مساعد. عليهم حبيبتي، ما ولا جات يهمك عليهم. ولا يهمك. يعني أنا حابة أعرف لو بس بتخبرينا شو عدد الأطفال اللي معك بالمدرسة أو بتدرسيهم بالمدرسة، وقد إيه بلش، يعني قد إيه كانوا وقد إيه هلأ صاروا؟ طبعا انا بلشت بخيمه صغيره، كان عدد الاطفال موجود عندي 40 طفل تقريبا، كانوا الاطفال الموجودين حوالين خيمتي اللي انا بعيش فيها. كان الهدف منهم جمع ما بين التفريغ والدعم النفسي للطفل والتعليم في نفس الوقت. طبعا صعب كثير انك تتعامل مع اطفال تعرضوا لجميع اشكال العنف، يعني صعب انك تتعامل مع طفل حاد نفسية وصحية كثير سيئة. صح. أطفال تعرضوا لجميع أشكال العنف والفقد والحرمان، حرمان من أبسط حقوقهم، حقهم في التعليم وحقهم العيش بسلام وحقهم العيش بحرية. فكان لازم إنه أنا أتعامل معهم بطريقة جديدة، طريقة غير تقليدية. إحنا بنعرف إنه التعليم كان قبل الحرب مجرد فصل تعليمي يعتمد على تلقين الطفل الدروس التعليمية، لكن أنا اقترحت أو حكيت في بداية الفصل الدراسي بيس أند فريدم كلاس هو ليس مجرد فصل تعليم تقليدي، هو أكثر من ذلك. طب هو الفصل بيجمع ما الدعاء بين الفصل الدعم الدراسي النفسي. عندك لسه 40 ولا عدده زاد؟ وعندي سؤال مهم جاوبيني عليه بطريقة برضو. والأسلوب اللي أنا استخدمته عندي في الفصل الدراسي والنتيجة اللي أنا شفتها على الأطفال، أنا الآن أصبح عندي مدرسة كاملة بغطي أطفال المخيم، تعتمد على التعليم النشط ومشاركة الطفل بشكل أساسي في الدروس التعليمية حلو حتى يشعر بالمسؤولية ويتشجع إنه يكمل. حلو جدا. كمان يعني كل ده بيحتاج فلوس، كل ده بيحتاج دعم. الدعم بيجي منين؟ وعملت كل ده ازاي في الظروف دي؟ إشي طبيعي إنه إشي زي هيك يحتاج دعم. صراحة أنا بأقل الأشياء بأقل الإمكانيات بعمل إشي كبير بطريقة. كل الظروف اللي عندي أنا ممكن بكورة صغيرة يعني أستخدمها في التعليم داخل الفصل ولعبة خارج الفصل. حلو. إحنا بنستخدم أقل الإمكانيات في ظل الظروف الصعبة عشان نرجع نعيد البسمة على وجوه الأطفال ونذكرهم إنه عندنا أحلام بدنا نحققها، بدنا نكمل رغم كل إشي بنعيش. إمكانيات ضعيفة لكن في عزيمة قوية وروح جميلة وإصرار أكبر هنكمل فيه، رغم إنه ما في إمكانيات لكن عزيمتنا وإصرارنا على التكميل كتير كبيرة. يعني يا رب دايما تحقق كل احلامكم يا دعاء وتحيي، ويبقى عندك مدرسه اكبر واكبر واكبر، ونشوف كل التلاميذ اللي عندك يعني في احسن المناصب قدام شويه. شكرا جدا ليك يا دعاء، كنت معانا من شكرا غزه. لك شكرا دعاء. ليكي.